وكانت قد انطلقت فعاليات اليوم الثاني للدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنعقد القمة الإفريقية الأوروبية في دورتها الحالية تحت عنوان إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030، حيث يجتمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء بالاتحادين الإفريقي والأوروبي لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.